السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. وما يفوتنيش نرحب بالناس الجداد لأول مرة كيشوفوني، وكنتمنى تلتحقوا بأسرة القناة وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. دابا خلينا ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. عماد المجاهد هو شاب مغربي تيشجع فريق الجيش الملكي، تعرض للعدوان من طرف الأمن التونسي اللي صفها له بطريقة بشعة. لمزيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزابيوش. حسب بلاغ اللي جابيه أولترا عسكري واللي وضحوا فيه التفاصيل ديال أشنو وقع داك النهار وكيفاش تقتل الشاب عماد المجاهد مشجع نادي الجيش الملكي متأثرا بمضاعفات إصابته على مستوى الرأس بسبب ضربة بعصا تلقاها من أحد العناصر الأمنية بتونس. إذن الجماهير المغربية اللي كانوا حاضرين ذاك النهار وشهدوا على الواقعة من الأول حتى الأخر تيقولوا أن الجماهير العسكرية سافرت من المغرب إلى مدينة سوسة التونسية لمساندة الجيش الملكي في مباراته أمام النجم الساحلي السبت اللي فات. فهاد الجماهير عانوا من المعاملة القمعية والسلطات التونسية بالإضافة إلى مضايقات واستفزازات عديدة جدا ومحاولات لتلفيق تهم الاتجار في المخدرات وترويجها بأرجاء الملعب. وهاد سوء المعاملة ديال الأمن التونسي للجماهير المغربية استمرت إلى يوم المباراة وبقات حتى الغد ليه مورا المباراة، هاد الوقيته اللي غادي طرا فيها الواقعة ديال ضرب المشجع عماد. إذن بعد اللقاء بنهار وبالضبط بتاريخ 17 شتنبير المرحوم عماد كان في مدينة سوسة مع أصحابه المشجعين ديال الفريق. هنا غادي يتم الاستفزاز ديال المرحوم ومن معه من طرف بعض البوليس اللي سيفيل، ومن بعد واحد في هاد البوليس التونسي نزل على عماد للراس بضربة قاتلة بالعصا او لا بالزرواطة على مستوى الرأس ديالو. هنا عماد بالخلعة هرب هو وصحابه وكل واحد فيهم مشى لقنت، اما عماد بقى كيجري مسكين حتى طاح في واحد القادوس ديال الماء او لا ما يسمى بقناة للمياه، وبقى عدة ساعات وهو مغيب فاقد للوعي بسبب هذيك الضربة القوية اللي وجهها ليه البوليسي التونسي للرأس. وفي هاد المدة اللي كان فيها سخفان فصحابو كانوا تيقلبوا عليه ولكن والو ما لقاوش. ومن بعد ما عماد استرجع للوعي ديالو وفاق قرر باش يتوجه للفندق اللي جالس فيه، ولكن منين دخل ومشى عند الاستقبال فرفضوا باش يعاونوه او لا يعيطوا للاسعاف باش تجي تهزو، وما بغاوش يقدموا ليه يد المساعدة واخا حالته الصحية كانت خطيرة ومسكين ما قادرش حتى يوقف على رجليه ديك الساعات. من بعد ما المشرفين على الفندق ما بغاوش يقدموا يد العون للمرحوم فقرر يتوجه مباشرة للمطار، مع العلم ان رحلة العودة للمغرب كانت بتاريخ 18 شتنبير، يعني غادي يبقى جالس كيتسنى في المطار ساعات طويلة جدا. وهو كان عنده ديجا واحد النزيف داخلي في الراس واي دقيقة كتفوت وماخداش فيها العلاج فكتشكل خطر عليه. من بعد الفقيد خد الطيارة ورجع الى ارض الوطن وهو في حالة صحية حرجة بزاف، ولكن مسكين كان كيقول غير نوصل لبلادي اكيد غادي يشدوني وغادي يعالجوني، لكن قدر الله ما شاء فعل. رحل عماد الى دار البقاء بعد وصوله الى الاراضي المغربية. خليونا نعرفوا مزيد من التفاصيل على عماد المجاهد. عماد كبر يتيم الاب وتولات الام ديالو الرعاية ديالو، جرات وجارات باش تكبروا في احسن الظروف باش ياخد اكبر الشهادات، والله بوحدو اللي عالم شحال تكرفصات هاد الام باش تكبر ولدها حتى يولي واحد الشاب وكانت كتمنى انها تفرح به. عماد كان كيعشق نادي الجيش الملكي لكرة القدم وسافر الأسبوع اللي فات باش يحضر المباراة في مدينة سوسة التونسية، ولكن شاءت الأقدار أنه يتوفى على يد شرطي تونسي اللي هبط ليه على الراس بالهراوة بكل وحشية وهمجية بلا ما يقترف حتى شي ذنب. ومنين وصل إلى أرض الوطن تم النقل ديالو على وجه السرعة
لمستشفى الشيخ زايد يوم الاثنين الموافق ل 18 شهر سعود بعد تشخيص إصابته بنزيف دماغي حاد، لكن بعد فوات الأوان. ونهار الجمعة 22 شهر سعود انتقل إلى جوار ربه ليترك وراءه أما مكلومة ضاعت كل شيء أحلامها وآمالها والكفاح ديالها اللي كافحاته من أجل ابنها باش تكبروا وتوصلوا إلى بر الأمان. وللعلم فقط، عماد كان كيقرأ السنة النهائية تخصص انترناسيونال بيزنس في الجامعة الدولية بالرباط، وكان من المفترض أن يكون أحد الشباب اللي كيفتخر به الوطن ديالو. عماد ضاعت فيه ماماه وضاعت فيه البلاد كاملها، ولكن روحو ماشي رخيصة علينا. عماد راه خونا وولد بلادنا وبغينا حقه يرجع. هذا علاش لابد من الدولة المغربية أنها تفتح تحقيق في هذا الشيء اللي وقع لعماد خونا، وخص محاسبة الجنات والمجرمين اللي صفوها ليه باش السلطات التونسية تعرف أن الدم المغربي راه ماشي رخيص. رحم الله الشاب الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وعزاؤنا الحار لوالدته المكلومة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مؤخرا المشجعين المغاربة كيعانيوا من مضايقات كثيرة من طرف الأمن التونسي، وهذا الشيء دائما كنسمعوا به مرارا وتكرارا، ديما كيوقع للمغاربة في تونس. إذا علاش هذا العدوان ديال الأمن التونسي ضد شباب رياضيين مشاو باش يشاهدوا مقابلة ويشجعوا الفريق ديالهم ويرجعوا في حالاتهم بلادهم؟ لا هما ناويين يديروا الشغب ولا هما ناويين ينوضوا الصداع، كيمشيو ترونكيل وكيرجعوا ترونكيل لبلادهم. اذا علاش حنا مستهدفين؟ الجمهور المغربي اللي كان في تونس شنو قال في الواقعه؟ قال ان هذا الشاب تعدى عليه الامن التونسي وضربوه للراس بالزرواطه، وهو يهرب وطاح في واحد البلاصه وبقى مغيب فيها لواحد المده، ومنين فاق مشى للفندق اللي نازل فيه ولكن رفضوا يقدموا ليه المساعده، ومشى للمطار شد الطياره ورجع للمغرب ومات في بلاده. وانا تنقول الحمد لله والشكر لله اللي ما ماتش عندهم، فتما غادي تكون واحد المشكل اخر بالنسبه للوالدين باش يتسلموا الجثمان ديال ولدهم. الحمد لله مات حداهم. اذا شاب رياضي اعزل ما هز سلاح ما هز مخدرات، هو فقط كيحب الفريق ديالو وفين ما مشى كيلعب كيتبعو باش يشجعو، يعني مساله عاديه ما كيأدي حد. إذا علاش هذا العدوان اللي تمارس ضده؟ كرة القدم هي رياضة والرياضة أخلاق. إذا علاش هذه الاستفزازات المتكررة ضد المشجعين المغاربة؟ وعلاش هذه الاعتداءات اللي كيتعرضوا لها وهم ضياف عند التوانسة؟ واش حنا هكا كنديروا لكم منين كتجيو عندنا؟ رجعوا السنتة للوراء، مشينا لمصر تعدوا علينا، مشينا للجزائر تعدوا علينا، مشينا لتونس تعدوا علينا. علاش هذا الشيء كامل؟ خاصنا نعرفوا علاش المغاربه مستهدفين، علاش هذا الحقد وعلاش هذه العنصريه ضد المغاربه. فلنفرض كاع ان هذا عماد دار الصداع والشغب، واش هذا الشيء كيعطي الحق للامن التونسي باش يضربوا بزرواطه للراس؟ الا انت كتضرب واحد الشخص لراسو اذا انت باغي تقتلو، لانك الا ضربتيه للراس غادي تكسر ليه الجمجمه او لا غادي تسبب ليه واحد النزيف داخلي، هذا راه ما فيه الشك، يعني هذه محاوله القتل. واحد مثلا داير الشغب واخا راه عماد راه ما دار حتى شي حاجه غير ضامينو، فواش غادي نوضو نضربوه ليدو ونضربوه لرجليه باش نشلو الحركه ديالو، او لا غادي نضربوه للراس باش نسببو ليه كسر في الجمجمه ونزيف داخلي؟ واش من نيتكم؟ هادشي راه لا يعقل. واش هذا خوتي رجل امن؟ راه رجال الامن كيشتغلوا وفقا لمجموعه من الضوابط اللي كيتقيدوا بها، ماشي حيت انت رجل امن غادي تهز الفردي وتبدا تقتل في الناس، وماشي حيت انت رجل امن غتهز الزرواطه وتبدا تضرب الناس للراس. انا بالنسبه لي خوتي هاد واحد المجموعه من القتله ماشي رجال الامن، حاشا واش يكونوا رجال الامن، لان رجال الامن من المفروض يحميو الجمهور اللي جاي مع الفريق، خصوصا يحميو المغاربه اللي جاوا لبلادهم وضياف عندهم، كما حنا كنديروا للبراني منين كيجي عندنا كنكبروا به كنوفروا ليه الامن والحمايه حتى كيرجع لبلادو فرحان وبخير وعلى خير. ولكن للاسف ما عمرنا ما تلقينا بنفس هذه المعامله،
فهنا كنطلبوا انه يتفتح تحقيق في تونس في هذه النازله ويتم ترتيب المسؤوليات ويتحاسب اللي تعدى على المغربي عماد، وعلاش يتضرب ضربه قاتله وهو مواطن اعزل ما دار والو باش يستاهل يتضرب على راسه، وعلاش ملي مشى للفندق ما عاونوهش وما قدموش ليه الاسعافات الاوليه في المستشفى، وعلاش يخليوه يمشي ركب الطياره وهو حالته الصحيه حرجه. هادو كلهم اسئله خاص يتفتح فيها تحقيق واللي خاص السلطات التونسيه تجاوبنا عليها. غير البارح لاعب مصري ضرب مشجعه مغربيه بقرعه ديال الماء، وغير البارح لاعب مصري صرفق لاعب مغربي قدام الاف ديال البشر، وغير البارح لاعب المنتخب الجزائري يعتدون على لاعبي المنتخب المغربي بعد نهايه مباراه كاس العرب للناشئين، بلا ما ننساو جريمه السعيديه اللي راحوا فيها ضحايا شبان مغاربه بحال النوار على يد العسكر الجزائري. وزيد 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 داكشي راه كثير بزاف. واش هاد الناس حنا كنجيبوهم عندنا وكنكرموهم وكنتهلاو فيهم وكنجلسوهم في افخم الفنادق ونوكلوهم اللي ما عمرهم حلموا ياكلوه ونصيفطوهم لبلدانهم فرحانين وعلى خير، ولكن حنا منين كنمشيو عندهم كيتكرفصوا علينا؟ واش هادي كاع حقره؟ واش حيت حنا كنسكتوا على حقنا هاد الناس غادي يطلعوا لينا فوق الراس؟ راه بزاف هاد الشيء والله اخوتي، حتى بزاف راه قلبنا راه عمر قلبنا كيغلي من الداخل. بزاف هاد الشيء على الظلم، بزاف هاد الشيء على الحقره اللي كنتعرضوا ليه حنا المغاربه في كل بلاصه مشينا ليها. راه وصلت الوقت اننا نديروا حد لهاد الشيء ونرجعوا كرامتنا اللي تبهدلات وكاع هاد الاهانات اللي كنتعرضوا ليها سواء في مصر والجزائر ولا تونس. باش كاع كينفعونا هاد الناس؟ ما كينفعونا بوالو، كيجيو كياكلوا خيرنا ومنين كيرجعوا لبلدانهم كيطعنونا في الظهر، كياكلوا خبزنا ومنين كيشبعوا كينوضوا كيتكرفصوا علينا. الدم المغربي راه ماشي رخيص، هادشي راه ما خاصش يمر مرور الكرام. بغينا حق عماد يرجع وفتح تحقيق، والقضيه خاص العالم كامل يسمع بها، لان راه دمنا راه ماشي رخيص علينا، راه خونا عماد ماشي رخيص علينا. هذاك راه انسان، هذاك راه بشر، وتقتل فواحد البلاد اللي ماشي بلادو، مشى براني عند الناس وتكرفصوا عليه وما بغاوش يعطوه الاسعافات الاوليه وخلاوه كيموت عرق بعرق. حسبي الله ونعم الوكيل. الروح ديال عماد غادي تبقى معلقه على كتافهم الى يوم الدين. لمزيد من التفاصيل خليكم مع قراءه للخبر. كشفت التراس عسكري المسانده للجيش الملكي تفاصيل اعتداء الامن التونسي على احد مشجعي الفريق عماد الذي وافته المنيه متاثرا بالاصابات التي لحقت به هناك، حيث تلقى ضربه على الراس من قبل الامن التونسي حسب ما قالته التراس عسكري في بلاغ لها. وقالت التراس عسكري في بلاغ لها بعد اللقاء بيوم وبالضبط بتاريخ 17 شتنبر، وبينما كان المرحوم عماد في مدينة سوسة رفقة بعض الأفراد تم الاستفزاز ديال المرحوم ومن معه من طرف عناصر الشرطة في زي مدني، حيث يظهر وبوضوح إصرار العناصر على ترصد مشجعين منهم عماد الذي تلقى ضربة قاتلة بالعصا على مستوى الرأس، فهرب الفقيد وسقط في قناة للمياه. وبعد ساعات من الاختفاء بدون أي خبر أو أثر على طوال هذه المدة، كان المرحوم فاقدا لوعيه بسبب تأثره بالضربة والسقوط. وبعد استعادته للوعي قرر التوجه صوب الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث رفض المشرفون دخوله وتمادوا إلى حد امتناعهم عن تقديم المساعدة بالرغم من الحالة الخطيرة التي كان عليها. وواصلت التراس عسكري بلاغها قائلة: وبعد امتناعهم عن تقديم يد العون توجه المرحوم نحو المطار مع العلم أن رحلة عودته للديار الوطنية كانت بتاريخ 18 شتنبر،
حيث عاد الفقيد إلى أرض الوطن مثقلا بجرحه وقوة إصابته، وله أمل كبير بأن يتلقى العلاج اللازم وسط أحضان وطنه. لكن قدر الله ما شاء فعل بأن يغادرنا إلى دار البقاء. وللإشارة، فإن هذا الفعل الإجرامي ليس هو الأول الذي يقترفه الأمن التونسي، فالأخير له سوابق في هذا الصدد حسب بيان إلتراس. إذا أخوتي كامل كنت هبطوا لتحت وخليوا تعاليق. كلنا عماد مجاهد، العدالة لعماد. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش خليوا آراءكم من خلال التعاليق واعطيوا رأيكم في الفيديو ديال اليوم. شكرا على حضوركم الكريم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامة.